مساء الخير مشاهدينا بعض الامطار المتفرقه ان شاء الله مرتقبه خاصه يومي الاربعاء والخميس عبر مختلف المناطق الشماليه للبلاد وهذا على فترات نشوف التفاصيل وخاتم تساقط الامطار بحول الله بدايه من يوم غدا الثلاثاء الى غايه يوم الخميس يوم غدا الثلاثاء الجو راح تكون مستقره مشمسه عبر مختلف المناطق الشماليه وحتى على المناطق الجنوبيه للبلاد لكن بحول الله بدايه من صبيحه يوم الاربعاء سجوم بعض الزخات المطريه متفرقه قطرات بعض الامطار ان شاء الله حتعرفوا كل من ولايه شلف البليده الجزائر العاصمه المسيله سطيف باتنا كذلك بسكره حتى على قسنطينه نتبعوا التفاصيل خلال يوم الخميس كذلك يوم الخميس تستمر الامطار على فترات على ولايه سعيده سيدي بلعباس كذلك قسنطينه سكيكتا جيجل عنابه وسوق قهراس وحتى الجزائر العاصمه يعني نلاحظوا على فترات تبقى الامطار تخص اغلب المناطق الشمالية إن شاء الله بعض الزخات المطرية بحول الله الكتل الهوائية ودرجات الحال مرتقبة بداية من يوم غد الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس أجواء باردة بالنسبة لفترة الصباح وحتى الفترة الليلية بشمال البلاد خاصة المدن الداخلية راح نسج حوالي ثلاث درجات كأدنى مقياس مرتقبة على كل من ولاية باتنا ميلخ قسنطينة كذلك خنشرة وصيف بالنسبة لباقي المناطق الشمالية راح تكون ما بين حوالي سبعة درجات إلى غاية 16 درجة الجنوب الجزائري نسجل ما بين 15 حتى 25 درجة أما بالنسبة للظاهرة أجواء راح تكون حارة نسبيا على غرب ووسط البلاد كما نلاحظوا في الصورة راح تروح درجة الحرارة إن شاء الله ما بين 30 إلى غاية 33 درجة بالنسبة للمناطق الشرقيات. تبقى دائما تحافظ نسبيا أقول عن معدلها الفصلين وحنسجلوا إن شاء الله ما بين 15 درجة كأدنى مقياس مرتقبة المدن الداخلية الشرقية وبالنسبه للسواحل الشرقيه ستصل درجه الحراره او تتراوح ما بين 20 حتى 23 درجه الجنوب الجزائري أجواء حارة كتلة هوائية جد حارة ستجتاح أغلب المناطق الجنوبية خلال الظهيرة كما لاحظوا في الصورة راح تروح درجة الحرارة إن شاء الله ما بين 35 حتى 40 درجة وهو كأعلى مقياس مرتقب على أدرار إن صالح كذلك تندوف إنجزة وبرج بجي مختار إن شاء الله مشاهدينا بهذا صلي طيور قد حوال الطقس